Bismillahirrahmanirrahim. Selamu aleyküm azdikai. Nebde alen el-ders 48. Şerh Minhaj İstanbul. El-Müstevâ A2 Kitab El-Durus. El-Vahde El-Talte. Qabil men nebde bil-ders, nüzekir. La tensu el-i'cab bil-video ve iştirak fil-kanat. Lennu el-i'cab fil-kanat ve iştirak bil-kanat yuqavvi el-kanat. Neler öğrendik? Neler, ne, şu, mada, lar, çoğul eki, lahaqı cemi'. Şul eşya, öğren, fe'le ta'allum, ve di, lahaqı zaman el madi, ve ke, nahnu, lahaqı şahsiye. Nahnu, ta'allemna, şul eşya, neler, öğrendik. Bir, aşağıdaki boşlukları, aşağı, esfel, da, fi, ki, ellezi, boşluk, farag, lar, cem'a ve l-i alamet mef'ul bihi. Lennu kelimet boşlukları kille mef'ul bihi. Gelecek zamanlı fiiller. Fiiller, el-ef'al, l-i, zâti, zemenil müstakbel ile ma' dolduralım. Doldur, fe'lil melib, alım, istek gibi, lahiqat talab, nahnu li nemle. Nemle şu boşlukları, el-feragat. التي في الأسفل بشوفنا نملأ الفراغات بالأفعال ذات الزمان المستقبل نقرأ أدا يارن غدا أنطاليا يا أنطاليا هاي اسم ولاية أنطاليا ليا حماية كاين أشترما الأ إلى تجاه يونالما في هون عندنا كسمة إشارتي علامة ترقيم كسمة إشارتي ليش موجودة لأنه أنطاليا اسم خاص بين قوسين في عندنا الفعل جيتمك جيتمك هو فعل الذهاب المطلوب منا أنه نحن هون نحط جيتمك في الزمن المستقبل تمام لما بدنا نحط فعل في الزمن المستقبل مثلا الفعل جيت الفعل جيت طيب من نحط لاحقت الزمن المستقبل لاحقت الزمن المستقبل أجاك تتحول الته لده جيدا جاك طيب أيضا من ننتبه هون على اللاحقة الشخصية طيب مين اللاحقة الشخصية هون هي أدا إذا اللاحقة الشخصية هون ما منحط شيء جيدا جاك ستذهب تمام أدا يارن أنطاليا يا جيدا جاك نكمل أنطاليا نن أنطاليا اسم ولاية أنطاليا كسمة إشارتي لأنه هذا أزال اسم اسم خاص نا حماية كاينشترما حماية الأ والنا مضاف إليه تام ليان إلتشا منطقة السا حماية والإي مضاف إذن هذا مضاف وهذا مضاف إليه منطقة لألانيا لأنطاليا ألانيا ده في ألانيا تمام ألانيا هي منطقة لأنطاليا دا في وأيضا ألانيا أزال اسم السبب هون حطينا كسمة إشارتي جزمك فعل التجول تجول بمعنى أنه زيارة وتجوال جز حطينا لاحق زمن المستقبل أجاك جزجك طيب اللاحقة الشخصية بعد جزجك كمان هي لسبب ما نحط شيء جزجك ستجول في ألانيا ستتجول في ألانيا نكمل ألانيا ذا في ألانيا شلال شلال لار جمع إلى الشلالات جيت فعل الذهاب جيدجك جيت تحولت الته لد أعطينا لاحق الزمن المستقبل جيدجك جيدجك لاحقة الشخصية كمان هي جيدجك وأردا يعني في ألانيا أو بالشلالات سويا إلى الماء سو ماء هي حماية والآ إلى الماء جيرجك جير فعل الدخول جير فعل الدخول حطينا لاحقة الزمن المستقبل جيرجك واللاحقة الشخصية هي Arkadaşları
Arkadaş sadık, arkadaşları asdikauha, yani heyları mulkiye ile ma asdikaiha Damla, Damla Taş mağarasında. Damla Taş mağarasında. لاحظوا د كبيرة هون والما كبيرة هذا أيضا اسم مكان اسم خاص طبعا كلمة دامضة لحالة تعني قطرة طاش حجرة ومغارة مغارة تمام بس هذا اسم مكان مشهور دامضة طاش مغارة صندا الناحماية والضافي بولوش فعل التقابل بولوش فعل التقابل صرفنا الزمن المستقبل بولوش أجاك ستتقابل مين هي وين في داملاطاش مغارسندا مع مين أركضاش لريدا مع أصدقائها أكشام أكشام مساء في المساء أوتيلا إلى الأوتيل فراغ يرلش يرلش فعل الانتقال يرلش شجك ستنتقل يعني تروح يرلش شجك Otelde, fil otel, akşam yemeği, hadal i mudaf. Akşam yemeği, ta'am el-mesa, yani el-aşa. Na himaye ve i belirtme mef'ul bihi, alamte mef'ul bihi, lel-fi'l yemek. Hun el-fi'l yemek, fi'l ekel. Tayyip, el-fi'l ya, kif min sarrufum, nehzuf el-a, menhut i. Ba'de menhut ya himaye, ba'de menhut ya cek. Seta'kul ta'am el-aşa fil otel. Seta'kul aşa fil otel. صباح في الصباح تكرار ثانية أركضاش لري إلى مع أصدقائها دينيز دا في البحر يوز فعل السباحة يوزجك ستسبح في البحر يوزجك ستسبح ننتقل الآن إلى السؤال الثاني إيكي أشادكي بوش لوك لري الفراغات التي في الأسفل كلمة الفراغات كذلك مفعول به الفعل دول دراد لنملى الفراغات التي في الأسفل وأيضا كلمة بوشلوك لري في علامة المفعول به بالرتمة جبي وقدر إلى الفراغات نحط فيها جبي مثل قدر قدر طبعا جبي للتشبيه وقدر للمقارنة نبدأ Ayşe su farab para harcıyor. Harcıyor harcamak. Harcamak ve fiil sarf. Tasruf masari su gibi. Hط كلمه gibi هون. اذا Ayşe su gibi para harcıyor. Tasruf masari مثل الماء. Su gibi. Yarın غدًا alışveriş merkezi. مركز التسوق. Ne حماية لا إلى جدك ستذهب إلى مركز التسوق في الغد كار ثلج فراغ بياز باموك فراغ يمشك بيركبان ألاجك ألاجك ستأخذ ألف على الأخذ أجاك زمن مستقبل ستأخذ كابان يعني مانتو مانتو شوي طويل كابان تمام يمشك ناعم يمشك ناعم باموك بي مثل القطن باموك إذن كابان مانتو ناعم مثل القطن بياض أبيض كارج بي مثل الثلج أما çok pahalı ولكن أما لكن çok كتير pahalı غالي eşi zavucuha eş zavuc o zavucu kemen on zavuc i mulkiye onun eşi zavucuha cimri bakhil ve keçi gibi inatçı ve anid misil keçi ilma'iz önce evvelen kabul etmeyecek kabul kabul et fel müsaad et والما نفي حماية أجاك زمن مستقبل لن يعمل قبول يعني لن يقبل أما لكن صنرا بعدين
Sonra بعدين Ayşe ya ila Ayşe. Ayşe isim خاص özel isim hatta yani hukuk isme işareti ya himaye kaynaştırma. Ula ila kredi ائتمان kartı mudaf kartı ائتمان yani البطاقة البنكية kredi kartı kart ائتمان والنا حماية والا مفعول به للفعل فرجك يعني لن يقبل أولا لن يقبل بس بعدين سونرا سيعطي بطاقته البنكية إلى عائشة بطاقة الائتمانية طبيعي طبعا أنه عائشة صادجة كابان ألما يجك يعني فقط صادجة فقط كابان مانتو طويل مانتو almayacak, len te'khuz fakat kaban Ayşe tilki gibi kurnaz bir kadın imra, seyyidi kurnaz, makira tilki gibi, misil sa'lab kartı aldıktan sonra kart mef'ul bihi, al fe'l ahız dık lahika besev minel fe'l sıfe tan min sonra ba'd aldıktan sonra hesaret kılla zarf ba'd min en te'khuzul kart alışveriş yapacak seta'mel tesavvuk alışveriş tesavvuk yapacak yapfel amel müsevvat acak lahzı zaman müstakbel seta'mel tesavvuk ba'd min en te'khuzul kart eşi zavucuha onun eşi yani hadal iyi mülkiye de onun مضاف أيضا ده أيضا دنيا عالم قدر برج دين برجو دينه أدياجك الدين هون الدين صارت أدياجك أدفع للدفع ولي حماية وأجك لحظ زمان المستقبل سيدفع الدين هو هون مفعول به طبعا الدين برج هي ج أصلا ج سيدفع الدين بقدر العالم دنيا قدر سؤال ثلاثة üç aşağıdaki kelimeleri düzeltelim düzelt لنصوب الكلمات التي في الأسفل صححها يعني هاي الكلمات ve boşlukları dolduralım öyle nemle el faragat. طيب كيف نملا الفراغات في عندنا الاحرف موجوده مطلوب منا فقط نصوب الكلمات يارن bir واحد يارن غدا بكنيا بكنيك نزهه بكنيا الى النزهه هون تلينت الك صارت غ جيت ما يجاز جيت فعل الذهاب والما نفي واليا حماية وأجاك زمن المستقبل إذ نحن لن نذهب إلى النزهة غدا چونكو لأنه هوا الطقس چوك سوغوك إذا منصوب هاي الأحرف منجيب نفس الأحرف سوغوك لأنه الطقس كتير بارد إكي مصر دا في مصر Hava الطقس çok sıcak. Sıcak. Sıcak har. 3. Hava çok sis dabab. Sisli dababi. Zulabab. Hiçbir şey görmüyorum. Gör fel rüye mü nefi. Diyor tasrif zaman hadir. Ana ma'ab şuf şi ebeden. Hiçbir şey görmüyorum. Tamam. 4. İstanbul'un havası hava taqasu sahimeyul mudaf İstanbul kesme işareti üne mudaf ile taqs İstanbul çok nemli nem rutube nemli zu rutube ratib tamam nemli yazın sayfen yani fi fasl sayf yazın sayfen terliyoruz nahnu nata'arraq terliyoruz 5 galiba yarın yağmur yağacak galiba galiben yarın gaden
yağmur, matar yağacak. Seyahtul. Seyahtul matar galiben bukra. Hava çok, hatta sıktır, bulutlu. Bulut gayme. Bulut gayme. Bulutlu. Zu gayme yani gaim. ننتقل الآن إلى السؤال 4 دورد أشاهدك جملتي الجمل اللي في الأسفل ويكون زمان أكلري إلى مع لواحق الزمن المناسب تمام لي ألم تمام لف على إتمام يا حماية ألم صيغ الطلب نحن لنتم مع لواحق الزمن المناسب لنتم شو لنتم من الجمل نقرأ الجملة الأولى بير الجملة الأولى dün البارحة مع هذا الزمن الماضي dün البارحة أقشام مساء في المساء أنما إلى أمي أن أم والما ملكية بنيم أنم أمي إلى إلى أمي تلفون تلفون أت هو الفعل المساعد منصرفه في الزمن الماضي تي ومنحط لاحقة شخصية مثلا ما اتم عمل التلفون إلى أمي مساء يعني اتصلت شو هون بيقول لنتم على واحد الزمن المناسب شو الزمن المناسب هون قشمي الزمان الزمن الماضي الجملة الثانية يارن هذا زمن مستقبل أورتمني ما إلى استاذي أورتمن استاذ الإي والما ملكية بنيم أورتمنم إلى هدية أل أل فعل أخذ من ألا جاك تحولت الكه لغ والما لاحقة شخصية ألا جام تمام انا ساخذ هديه الى استاذي اورتمنيما 3 şimdi ders çalış şimdi ya da zaman hazır çalış mata çalışıyor çalışıyor şimdi ders çalışıyor biraz biraz sonra بعد قليل seni ara ara فعل اتصال biraz sonra بعد قليل ما تصار زمن مستقبل نحط يا حماية أجا أم أنا سأحاكيك سني سأتصل بك biraz sonra دورت geçen hafta الأسبوع الماضي çok أسبوع ماضي çok يغون طيب كلمة يغون هون كثيف كثيف وفي عنا الأسبوع الماضي الأسبوع الماضي قشان هفتة الأسبوع الماضي çok يغون دوم طيب هون دخلنا الماضي على الاسم يغون دوم أنا كنت مشغول كتير يغون كثيف يعني مشغول طيب في تكملة في تكملة بوجودن من الوجه هذا لهذا السبب يعني السبب أني كنت أنا مشغول كثير الأسبوع الماضي لهالسبب سني أرى ماضم ما حاكيتك في الماضي أرى ماضم ما حاكيتك سني أرى ماضم ما حاكيتك لهالسبب وين الحكي هذا الأسبوع الماضي لأنه بيش gelecek yıl sene kadmi zaman mustakbel üniversiteden min el cami mezun ol mutaharrij ol saasbih olacağım olacağım saasbih mutaharrij min el cami sene kadmi 6 bu hafta hada el esbu sonu son nihayet el mudaf nihayet el esbu had pikniye ila el nezha هذا هون زمان مستقبل عم نحكي عن عم نحكي عن نهاية الأسبوع هذا بيكنيا إلى نزهي النزهة جيت فعل الذهاب طيب خرجنا نقول جيدا جاك في عنا هون استفهام جيدا جاك مسن أنت هل ستذهب إلى النزهة نهاية الأسبوع وخرجنا نقول بدل ما نقول مسن نقول مسنز أنتم هل ستذهبون إلى النزهة الأسبوع هذا الأسبوع نهاية هذا الأسبوع 7 يدي يارن
غدا هذا مستقبل أيضا أخشام في المساء نا شو يابا ياب فعل مساواة عمل يابا جاك سن يابا جاك يابا جاكسون أنت ستعمل نايابا جاكسون شو بدك تساوي يارن أخشم في المساء سكيز جاكسون هفتا الأسبوع الماضي شوك هستا كتير مريض إيشا إلى العمل جيت فراغ طيب الأسبوع الماضي لاحظوا الأسبوع الماضي هذا ماضي معناته شوك هاستا مريض طيب بدنا نحطها بالماضي هاستاي د هاي صار كان مريض هو تمام هاستاي د مين هو طيب خلينا نقول أنا كنت مريض بيصير هاستاي دم أنا كنت مريض أنا كنت مريض كتير الأسبوع الماضي إشاء إلى العمل نكمل إشاء إلى العمل جيت فعل الذهاب جيت ما دم ما ذهبت إلى العمل بيصير خلينا نغير اللواحق الشخصية بس ننتبه على التوافق مثلا هاستايدة معناتها جيت ما دي إذا غيرنا طبعا طيب ننتقل إلى السؤال خمسة بيش أشادكي ياش لار ياش عمر لار أعمار الأعمار اللي في الأسفل معناتها هون في أعمار جملة لري هاي الجمل الخمس جمل إيش لشتر ألم إيش لشتر فعل مزاوجة توصيل ألم لحق طلب نحن لنزاوج لنوصل الجمل الجمل مفعول به والإي علامة المفعول به بالإرتمة طيب نوصل الجمل مع شو مع الأعمار طيب إلي كاز المرة الأولى يروي هاجام يروي فعل المشي يا حماية أجاك زمن المستقبل إم أنا سأمشي لأول مرة مع تقديش عمري بير نحط هون بير إكي لي سادان مأزون الله جام أنا سأصبح متخرج من الثانوية مع عمري 17 أون يدي أورت من ليك مهنة التدريس مهنة التعليم يابا جام أنا سأعمل تعليم سأقوم بعملية التعليم تدريس معناتها قديش عمري عمري مثلا 22 أماكلي أولا جام أنا سأصبح أماكلي متخرج تمام عفوا أماكلي متقاعد عفوا أنا سأصبح متقاعد أماكلي معناتها عمري 60 ألف مش 60 بيش أفلن جام أفلن فعل التزوج الزواج قبل نجام أنا سأتزوج أوتوز عمر 30 طبعا كل واحد هاون نحن جاوبنا يعني مثلا خرجنا نقول أنه سأعمل بمنهة التدريس أنا عمري مثلا 30 وسأتزوج بعمر 22 ما في مشكلة بس يعني هيك يعني قواعد الحياة ماشي ننتقل الآن إلى التقويم الذاتي ألتغر لندرما بالتقويم الذاتي نختبر نفسنا أنه شو مستوانا صار في الوحدة لأن الوحدة انتهت بونلاري تركشدا يابا بليب مسنس أنتم هل تستطيعون أن تعملوا هدول يعني هدول جمل هدول في اللغة التركية هر جملة إتشن من أجل كل جملة كندنيزا إلى نفسكم بير بوان فيرينيز أعطوا من فضلكم فيرينيز هي أمر فيها لطافة أعطوا علامة ما يعني واحد اثنين ثلاثة حسب كيف نعطي لحنا علامات نعطي عنا علامة واحد يابا ما أنا لا أستطيع أن أفعل يابا فعل عمل والآن في استطاعة والما في زمن واسع والما لحقة شخصية أنا لا أستطيع أن أعمل براز يابا بلرم براز قليلا يابا فعل عمل بيل فعل القدرة والإيه لازم الواسع لاحقة شخصية أنا أستطيع أن أعمل قليلا يابا بلرم أنا أستطيع أن أعمل نعطي حنا ثلاثة أربعة أنا أستطيع أن أعمل جيدا بيش تشوك إيه يابا بلرم أنا أستطيع أن أعمل بشكل جيد جدا نقرأ بير ياباش
batı ve anlaşılır konuşulduğunda bir tartışmanın ana konusunu anlayabilirim. Anlayabilirim, anlayabilirim. Ana astati'an efhem. Efhem şu, mevdu' münakaşı ve mücadele, tartışma, mevdu'un münakaşı reisi. Tamam. أنا أستطيع أن أفهم موضوع المناقشة الرئيسية أي متى عندما يتحدث ببطء بطيء وبشكل متفاهم عليه مفهوم يعني تمام طبعا أستطيع أن أفهم هون شو موضوع المناقشة الرئيسية ما مطلوب مني أفهم تفاصيل التفاصيل الموضوع الرئيسي نعطي لحالنا قيمة علامة من 1 إلى 5 2. Kişisel bilgiler içeren, kısa ve basit dilde yazılmış bir mektubu anlayabilirim. Anlayabilirim, ana satıyan efhem mektub. Mektub, risale. Risale, yazılmış mektubu biluga basita ve kasira içeren, elleti tehtevi ma'lumat şahsiye. Risale, fiyye ma'lumat şahsiye. Ana hel astatiyan efheme, o mektubu biluga basita ve kasira. نعطي لحالنا أيضا علامة من 1 إلى 5 3. Yapacağım her türlü seyahatle ilgili gerekli bilgileri isteyebilir ve bilet satın alabilirim. Satın al fi'l şira أنا أستطيع أن أشتري تذكرة bilet وأنا أستطيع أن أطلب المعلومات اللازمة المتعلقة بالسياحة شو ما كانت نوع her türlü seyahatle ما هي نوع من السياحة اللي أنا تساوية اللي أنا سأعملها أيضا نعطي قيمة لحالنا من 1 إلى 5 ظلت عنا في نهاية كل وحدة موجودة عنا كلمة الاستاسي كلمة الاستاسي قائمة كلمات قائمة الكلمات هي نحن بعد ما ندرس الوحدة من كتاب الدروس وكتاب التمارين هي الكلمات بيكون نحن كلها تمرت معنا بالتفصيل لها السبب يفضل أنه نحن نحفظها من خلال مواقعها بالفقرات والنصوص وهون تكون فقط اطلاع مراجعة لهون انتهت معنا الوحدة الثالثة من كتاب الدروس آيكي وانتهى درسنا أيضا أصدقائي لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة اشتراككم يقوي القناة وإعجابكم بالفيديو يقوي القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته